رحلة مفيدة. في يوم ربيعي وقد ارتدت الأرض ثوبها الأخضر المزكرش بالأزهار، قررت مدرسة عري تنظيم رحلة إلى الطبيعة. أعطت الأستاذة لتلاميذها إرشادات لتكون الرحلة آمنة ومفرحة، قائلة: عليكم بالحضور في الموعد المحدد مرتدين بدلات وأحذية رياضية مع إحضار وجبات غذائية خفيفة، ولا تنسوا أن تحملوا دفترا وقلما لتسجيل ملاحظاتكم حول الرحلة. صباح الرحلة أشعل علي حماس زملائه عندما بدأ يغني أغاني حماسية وهم يرددون وراءه، وفي الطريق عرجوا على منتزه جميل لتناولوا فطرهم، فلاحظوا أن المنتزه يعج بالنفايات. وقالت الأستاذة: كيف نستمتع بجمال الطبيعة وهذه الأوساخ حولنا؟ قال علي: هيا بنا لننظف المكان ولنتناول فطورنا في منتزه جميل.